رجعنا لكم. بص يا سيدي، دي كده زاوية عايزكم تحفظوها بس. أي حد بيتقال عليه هذا العالم لأربع صفحات بيتشكر فيه بما فيهم، ما هو وكيع بالمناسبة لو على المكانة، مش في الحديث بس، حديث بقى ده بقولك الشافعي كان بيعمل له شعر إن هو أستاذه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأشار إلي بترك المعاصي، الكلام اللي قلته يوم الثلاثة أو الأربعة، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر، بيت شعر معروف يعني. فهو لو على المكانة هو يساوي البخاري ويساوي كل من بعده بل يفوقهم. يعني وكيع جه بدري القرن الثاني، البخاري اتولد فين؟ 194 اتولد. فوكيع زي البخاري زي مسلم زي أصحاب المذاهب أئمة، لكن الخطأ من دول لازم يراجع، لازم يراجع. وبالمناسبة دي خدوها كده على جنب، الحديث ده المنكر ده المنقطع السند ده ما طلعش أو ما أخرجش في البخاري ومسلم، لكنه في أغلب الكتب التانية موجود وعادي خلاص بعد ما عملوا الثورة دي كلها. وأنا مش هممني، أنا هممني التبرير بقى اللي ظهر في القرن السابع. هتشوفوا حاجة بقى إيه، هو دي القرون اللي قتلت الكل اللي بحكي لكم عليه ده، قتلت الروح اللي ممكن تعترض وتقول لا يمكن أن أقبل ذلك على رسول الله اللي إحنا بنطالب بيه النهاردة، إن أنت تحكم عقلك وإحساسك وذوقك حسك. يا جماعة ده يعقل بعيد عن السند والمتن خالص، سيبك خليهم لينا حضرتك بأي عقلية من المثقفين قوي للناس البسطاء، هل أنت مصدق ده؟ ده تمام ماشي معاك حلو. للأسف علموك دلوقتي أن أنت تسمع اللي أشنع من الحديث ده، طب ده وهو توفي يعني الكلام ده يحط من قدر رسول الله وهو متوفى، فما بالك وهو حي. وأنا هفكركم بكرة ولا بعده بالإساءات والحط من قدره، استغفر الله العظيم، من قدره الشريف وهو حي. يعني ده ولا أنك تقول عليه سباب ولعان، مين أولى؟ طب ده على الأقل على قدر الكارثة اللي بتتقال فيه لكنه متوفى، يعني بطنه كبر ولا متوفى، يعني طبعا غلط جدا وكارثة، وهم قاموا عايزين يقتلوه وهم كانوا على حق. بس أنا بقولك طب وهو حي، طيب يعني أنا القرآن يقول لي إن أخلاقه، على فكرة كلمة قرآن كلمة عظيم في القرآن، كلمة عايزة دراسة يعني ما تتقالش بسهولة. لما ربنا بيوصف نفسه هو نفسه إنه عظيم أو القرآن العظيم أو كان فضل الله عليك عظيما، أعرف إنها حاجة مرعبة كبيرة أكتر من لازم. فلما القرآن يقول لي أنا كمسلم أو حضراتكم إنه هو على خلق عظيم، خلاص؟ وإنك لعلى خلق عظيم، ويجي الأحاديث تقول لي إنه كان بيسب المسلمين ويلعنهم، يعني لدرجة يقول لهم لما أنا سبيت واحد فيكم يعتبرها مغفرة لي، طب أصدق مين؟ وده مش حط من قدر الرسول، ده مش تقليل من صورته النقية، وموجود في البخاري ومسلم وفي أسوأ من كده بكتير. فهو ده اللي بنقوله. وطبعا اطلع بقى لحد أبعد حاجة، مش بس الصورة الأخلاقية أو الصورة اللي بتكونها عن رسول الله، ده فيه تعالى بقى هبفكركم يعني بعد ثلاث أيام. يبقى كان الأولى هو حي، لكن الأحاديث دي اتكتبت في القرن الثالث بعد وجود البخاري، يعني أما بقى سنه مثلا 40-50، وكان كل حاجة انتهت يا فندم. وهحكي لك انتهت ازاي، يعني الناس الحلوين الصحيين المتقدين دول الغيرانين على الرسول اللي كانوا في بداية القرن الثاني أو في نصه، اللي قاموا ضربوا وكيع وكانوا بيطالبوا بإعدامه، اختفوا بعدها بقرن، أو اختفت الروح دي فيهم. ولحد النهاردة يا باشا، لحد النهاردة يا راجل يا راجل، هو في عقل يقول في الدنيا، في الدنيا أو في الكواكب الأخرى، إن لو واحد مسلم قاعد، ده أنا مش هقولك خالص إهانات، بيقول واحد بيقول له والله جه في البخاري ومسلم إن الرسول، أنا بديك مثل حي يعني وسهل، إن الرسول سحر، عقله اتسحر 6 شهور لا يدري ماذا يفعل، مكتوب كده نصا 6 شهور، فتسكت خالص مع ان انت احساسك من جوه تقول معقول ده رسول الله، ده الرساله كلها هنا على بتنزل على عقله، فازاي ده يبوظ؟ ده بافتراض ان في حاجه اسمها سحر، انسوا الموضوع دلوقتي خلاص، في سحر احنا وحشين. طب الرسول عقله بالذات يتسحر 6 شهور لدرجه ان ياتي الشيء ويقول اني اتيته ولم ياته، يعني ما عملوش.
ادي جزء خلاص هم علموك بقى تسمع كده وانت مش مصدق ابدا، وده تقليل من شأن الرسول طبعا ان بشر يقدر يأذيه مثلا بالسحر، بس انت اتعلمت انه لا لا لا، ده جه في البخاري ومسلم فانا ما اقدرش اتكلم. فانت كان عندك الروح بتاعت الناس دول اللي عملوا كده في وكيع بس قتلوها، اياك تتكلم. بس مش قتلوها بس، هم افسدوا عليك فطرتك. اسالني ليه؟ لان اللي بيجي بقى يقول لك زي حالاتي كده وزي السادة العظماء الأسماء العظيمة اللي قبلي واللي موجودين في حياتنا دي، كل واحد بقى من زاويته أو مشروعه الإصلاح، بس مجمل الكلام إن احنا غالبا متفقين كلنا من أول أستاذ الإمام محمد عبده إن الحديث ده باطل. بص بقى تدمير الفطرة فين؟ مش إن انت كتمت الكلام وبلعته على مضض كده وبتقول خلاص هسكت، مع إن انا مش مصدق كده على الرسول بس عشان جه في البخاري ومسلم، ماشي هسكت. البلوى بقى الأكبر ان انت يا راجل، ما انا بقولك دي ما تحصلش في الدنيا ولا في الكواكب التانية، ان انت تلاقي اللي زي كده او زي اساتذتنا اللي قبل كده يقولك الحديث ده عشان 1 2 3 4 باطل باطل. والقرآن عندنا اسهل حاجة انك تقول لهم القرآن بينفي عن الرسول ان ممكن حد يؤثر على عقله على الاطلاق، ده عيب، ده عيب يتقال. تخيل انه الفطرة باظت، مش لدرجة ان هو يقبل الكلام ده في البخاري ومسلم ويسكت، لا لدرجة انه يهاجمني انا ويسميني انا اللي بطعم في الرسول. اللي هو بص مش ممكن الخلل اللي حصل. عشان كده قلت لكم قصة وكيع دي مهمة جدا، احنا وصلنا لخلل مرعب. يعني تخيلوا العكس ايام وكيع، هو قال الحديث ده مش بقى قاموا ضربوه، والحقيقة ان ده فعل طبيعي لأي حد بيحب الرسول، لا ده رضيوا بكلامه. أم واحد أم المسجد مثلا، اعتبرني لو أنا الواحد ده، قال له يا إمام وكيع العقل زينة، بقى معقول تقول الكلام ده رسول؟ يا جماعة أنا أعرف إن عبد الله البهي لم يعني يعش في زمن رسول الله ولم يقابل أبو بكر، فالحديث ده منقطع السند وباطل على رسول الله. يعني الرجل قايم اللي أفخ المسجد ده بيبرأ الرسول. تخيل المسجد كله يقوم يضربه هو، تخيل اهو ده اللي بيحصل ايام دي بالظبط. الخلل وصل لمرحله ان ده هلوسه. يعني مش بس ان انت راضي بالكلام الاهانه اللي اتقال للرسول، وده في طول الاحاديث وعرضها حاجه تبهرك تقول هم دول فعلا اتباعه، اتباع الرسول. يعني هو تعب وشقي 23 سنة وتحمل عذابات مرعبة وضغوط نفسية فعلا لا يتحملها بشر عشان يوصل لك ده، تقوم ده الرد تكتبوا عليه الكلام ده كله، ده بسبب ان انتوا ائمة وعلماء؟ يعني مش هتكلم. نرجع للمثل، فتخيل بدل ما المسجد كله يقوم يضرب وكيع زي ما هو حصل، لا المسجد يقول له الله يا امام، الله قول لي اكتر، اشجيني، انت تقول الصدق ولا تخطئ. الرسول خلاص كبر بطنه وايديه اتنفخت خلاص احنا مصدقين. ام واحد في المسجد يقوم يقول لهم يا جماعه اتقوا ربنا، يا امام وكيع راجع نفسك، الحديث ده باطل على رسول الله، انا لا اصدقه، ده من غير سند ولا بتاع، ولا عبد الله البهي ولا بتاع، انا لا اصدق هكا، وذلك يحطه من قدر رسول الله. تخيل المسجد كله، تخيل الفطره اتقلبت 360 درجه قد ايه، عملوا فيه كنتوا ايه؟ بصوا بتوع القرن الاول كانوا ازاي صحيين وفاهمين الصح والغلط بقى حاسسهم الصحيحه بالفطره السليمه اللي جواهم. تخيل بقى بتوع المسجد دول بيقول لك يقوموا يضربوا اللي بيقول له وكيع انت غلطان، لا هم عايزين الحديث انه ربى بطنه وايديه اتنفخت. طبعا انا بدي مثل لان في زي ما قلت لكم اسوأ من كده موجود في كتب الصحاح البخاري ومسلم، وهو حي بقى الرسول مش توفي، عن اخلاقه وعن ده ما سابوش حاجه يا راجل، ده انا هعدهم لكم بعد 3 ايام، ما سابوش حاجه، اتسحر، اتسم، مات فقير، مات مديون. الفقر مش عيب، بس الرسول ما يموتش مديون ده عيب، حتى بنص القران ربنا اغناه عن هذا السؤال الملح في طلب الرزق، لان وراه حاجه اخرى اكبر. ها لا مات مديون ومديون ليهودي، لا مش عارف ايه، كان سباب، كان لعان، الجونيه، مش هعدهم لكم، ما تعرفوش انتوا الجونيه، انا قلتها مره زمان واقعه كده. مين ده يا عم؟ عندي القرآن بيقول لي، مش بس بيقول لي مثلا خلاص هو الرسول وانت تخيل الباقي انه عظيم ومؤدب وده الطبيعي. يعني القرآن لو ما جابش اي سيرة عن اخلاق الرسول او حياته او شخصيته لازم احنا نتخيلها كده، ده الطبيعي رسول الله.
فتخيل هو اتكلم بقى، اتكلم عن اخلاقه وعن ماله وعن رزقه وعن طبيعته وعن رحمته. ها، مش ام قرفة؟ عارفين ام قرفة؟ في قصة كده لطيفة برضه بفكركم بيها بعد 3 أيام عشان نعرف بقى الإساءات، وهو حي حاشا لله يعني عنه. واحدة بتقول فيه شعر اتقسمت 2 يا باشا، ست امرأة، حتى ده مش من شيم الرجال العرب الطبيعيين. فعقابها انها اتقسمت 2، واحد وجوزها طالقها قام حط السيف في بطنها وسأل الرسول قال له عليا فيها شيء؟ قال له لا، قال له لا ينتطح فيها عنزان. اللي مش فاهم كلامي هبقى اشرحه بالتفصيل. المهم نسبوا لي كل رحمه مهداه، لا يبقى ارسلناك رحمه العالمين، يبقى في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ وازاي دول اللي كتبوا الكلام ده كتبوه على انهم يعني بيعملوا فعل جيد وعظيم الى الاسلام؟ جابوها منين دي؟ فين اللي كان هنا راح فين؟ هو ده بقى اللي كان هنا، ده اللي بسال عنه، ده اللي كان في القرن الاول اللي قاموا ضربوا وكيع، دول كانوا ناس صحيين. لان من غير بقى لا سند ولا متن ولا تكلمني ولا حتى تقول لي آيات القرآن بتقول ايه، اللي بيتقال ده من غير كلام عقل جمعي واعي كذب وتقليل من شأن رسول الله وتنقص منه. فقاموا ضربوه على طول وطلبوا بإعدامه، ولولا سفيان فلت، وحرموه طول السنين طويلة من دخول مكة والمدينة. اللي عرفوا ان ده الصح. تخيل بقى احنا دلوقتي في الزمن ده بنعمل ايه بقى؟ واحد يقول لك أسوأ شيء، مش يعني اللي أنا قلته ده برضو في أكتر. خلينا في المثل ده، رسول الله بيسب ويلعن كتير المسلمين، مش مثلا يعني يدوب يعني سوري يعني كلمة كده عشان دول كفار، لا ناسوا، وبيقول لهم لما أنا أشتمكوا ده مغفرة ليكم. والله ماشي، فين يا فندم الكلام ده؟ عيب يا فندم الكلام زي كده، الناس توقعنا الأول، عيب يا حبيبي، عيب يا أستاذ، عيب. فيقول لك اسكت، ده جه في البخاري ومسلم. فبدل بقى ما نقوم على نعمل زي كده اللي عملوه في وكيع، لا ده علمك تسكت. طب وانا هوافق على السكوت والله، بس تخيل ان لما يطلع واحد على جنب كده، انا ولا غيري، انا ولا اللي احسن مني، محمد عبده وعلي عبد الرازق والناس الكبار، يقول لهم استاذ ده غلط يتقال على رسول، مفيش حاجه اسمها كان سباب ولعان، اعوذ بالله. ده الصحابي ابو ذر قال لك ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، ولما كان يسلم يدي الجسم كله ناحيه اللي بيسلم، حاجه تانية اللي هو يوافق الكلام وانك لعلى خلق عظيم. سهله، كان بسيطه جدا الدنيا. تخيل ان اللي يقول لكم الرسول ما تسحرش، الرسول ما بيسبش ويلعن، الرسول ما بيعملش مش عارف ايه للنساء، الرسول ما بيعملش مش عارف ايه في القتل والدماء، ما اللي هو الصح، هو اللي يتشتم ويتقال علي انا اللي بطعن في رسول الله. واللي مكتوب في الكتب ده اسمه ايه؟ لما انا بطعن، لما بقول لك ان الحكايه دي ما حصلتش، ما اتجوزش السيده عائشه وعندها 6 سنين، ابقى انا اللي بطعن؟ واللي قال انه اتجوز طفله عندها 9 سنين هو اللي كويس؟ عشان كده قصه وكيع دي احسن حاجه حصلت، هو ده كان الصح. انتوا المفروض كنتوا تسمعوا الكلام ده تقوموا تعملوا اللي هم عملوه، بس انتوا دلوقتي تسمعوه لانه ده الدين. واللي بيتكلم يجي يصلح، بس يا زنديق يا اللي بتهاجم رسول الله، خلل. انا اللي بهاجم مش عايز اتكلم. طبعا كل ده احنا في زاويه وكيع، بس انه بس اثبتنا لكم ان العالم العظيم بياخد غلط زي ده، فما تصدقوش تاني ان في حد عظيم ما لا ده الاخطاء على كبير. لسه بقى في 3 زوايا تانية للمنظر اللي حصل ده، لسه مكملين، كمل بكره واشوفكم بكره.